المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة. وربما سأسألك سيد حرب، بالعادة قبل أيام ربما نتنياهو تحدث وقال بأننا لن نعطي أي تفصيل حول العملية البرية، لماذا الآن يتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بأن القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة؟ لماذا التحديد دام أن نتنياهو خرج وتحدث بشكل مفصل بأننا لن نقول لا عن زمان ولا مكان ولا عن توقيت؟ هناك خلافات جوهرية بين رئيس الحكومة والجيش الإسرائيلي، وهذا شاهدناه خلال الأيام الماضية. رئيس الحكومة يريد الانتظار، يريد الإبقاء على صلة واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذات الوقت الجيش الإسرائيلي يقول منذ أسبوع، وهو يقول نحن مستعدون وننتظر قرار الحكومة أو القرار السياسي. وهذه البيانات المتضاربة بين الجيش وبين الحكومة الإسرائيلية أو رئيس الحكومة الإسرائيلية تحديدا كانت واضحة للعيان. في ظني أن هناك ضغطا كبيرا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من الجيش ذاته للحكومة، على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ هذا القرار. وأعتقد أنه تم الاتخاذ لكن لم يتم الإعلان عن الموعد. لماذا يريد الجيش الإسرائيلي الاستمرار أو الذهاب في حرب برية؟ لمسألتين رئيسيتين. الأولى تتعلق برد الاعتبار لجيش الاحتلال الإسرائيلي لذاته، خاصة أن يوم 7 أكتوبر شكل فشلا واسعا وكبيرا للجيش الإسرائيلي، سواء على مستوى حماية الحدود أو حماية المواطنين الإسرائيليين، وبالتالي البقرة المقدسة التي كانت في دولة إسرائيل لا أحد يمسها، بدأ الجمهور الإسرائيلي أو بدأ الجيش الإسرائيلي جزءا من النقاش المجتمعي في إسرائيل، ومدى الحاجة له ومدى الأموال التي يتلقاها في الوقت الذي يفشل في اللحظة المناسبة بحماية المواطنين الإسرائيليين وحماية الدولة الإسرائيلية. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أو السبب الثاني، أن أي عمليات القصف لا تلغي حكم حماس أو قدرة حماس على الحكم أو تنهي حركة حماس أو تصفية حركة حماس كما يقولون بتعبيرات مختلفة في إسرائيل. هذا لذلك يعتقدون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن العملية البرية تأتي لتدمير قدرات حركة حماس بشكل جدي واستئصال حركة حماس، إما باعتقال قيادتها، إما بتصفية قيادتها، إما بتدمير الأنفاق وهي التي تشكل رعبا للإسرائيليين. لذلك يريد الدخول البري. حجم الدخول البري وكيفيته، الجيش الإسرائيلي واضح أنه يرغب بدخول لشمال قطاع غزة وربما يصل إلى مدينة قطاع غزة، لكن حتى الآن من غير واضح ما هي الخطط العملية التي يقوم بها. وفقا للتقديرات التي شاهدناها أو المؤشرات عفوا التي شاهدناها خلال القصف الجوي لقطاع لمدينة غزة وشمالها، هناك تدمير لمربعات محددة في قطاع غزة في مدينة غزة، أي هناك 4 مربعات رئيسية تم تدميرها لتكون جزءا من أو مكانا لقيادات قيادة جغرافية محددة داخل هذا المربع أو ذاك، تنطلق منها الدبابات الإسرائيلية والعمليات الإسرائيلية ضد مقاتلي حركة حماس وضد الأنفاق التي يقولون عنها. نعم. في مدينة غزة. وبالتالي قد نشهد هذه الليلة ويوم غد عمليات برية واسعة على الأغلب لمدينة غزة من أجل التخلص بين قوسين من قيادة القسام.